يا أهلا وسهلا بجميع مشاهدي ومتابعي جمعية إشراق. جينا على الموعد، تأخرنا عليكم 6 دقائق، نعتذر بسبب الاتصال. معاكم ماهر المحارب، أخصائية نفسية عيادية أول. اليوم حلقتنا حتكون مميزة. قبل ما نبدأ الحلقة حبيت أنه أتمنى أن الجميع بألف صحة وعافية، وأتمنى أنه الجميع متبع جميع معايير السلامة ومتبع جميع الإرشادات الحكومة الرشيدة من أجل سلامتنا وسلامة الجميع. حلقتنا اليوم حيكون معنا فيها زي ما أعلنا المهندس المميز فايز الغامدي، وراح يشاركنا تجربته الملهمة في التعايش مع الـ ADHD. أهلا وسهلا أستاذ فايز، مهندس فايز. أهلا وسهلا، كل سنة وأنتم طيبين. وأنت طيب إن شاء الله. وش رأيك تعطي المتابعين كلمة سريعة منك وتقدم نفسك لنا بعدها؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أنا فايز الغامدي، مهندس مدني، أعمل في قطاع المشاريع، وعندي ADHD. ايش هو الـ ADHD؟ عشان يمكن في ناس متابعتنا ما تعرف ايش هو الـ ADHD. هو ببساطة فرط الحركة وتشتت الانتباه. في العادة يمكن نحس إنه هذا شيء يعني يختص بالأطفال بصفة أكبر، لكن هو يبدأ من الطفولة ويطلع مع الكبر يعني في السن. ف يعني أنا اكتشفت قبل فترة إنه أنا عندي ADHD، والحمد لله قاعد أتعايش معه. تسمح تشارك لنا عمرك مهندس فايز؟ أنا عمري 37 سنة. ما شاء الله العمر كله. أسألك. طيب متى يعني بديت كذا تستوعب إنه الموضوع ممكن يحتاج مراجعة مختص؟ متى استوعبت إنه الموضوع مسبب لك مشكلة قبل ما تعرف إنه هو ADHD؟ كيف عرفت وكيف وصلت لمختص؟ والله هو أعراض الـ ADHD بصفة عامة يمكن الواحد يحس إنها طبيعية شوي، يعني التأخير مثلا في أشياء معينة، النسيان، هي أشياء كلها طبيعية، لكن لما تجتمع مع بعض تصنف على إنها ADHD. ففترة طويلة من عمري أنا ما كنت أعرف إنه عندي ADHD، وكنت أحس إنه أشياء طبيعية بس أنا يعني موجودة عندي بصورة أكبر من الناس العاديين، ما أعرف السبب إيش. إلى قبل فترة بسيطة، يعني قبل تقريبا سنتين، صادف إني مريت على زي الاستبيان أو زي الاختبارات الشخصية، وكان يتكلم أو لا كان قبلها كان موضوع يتكلم عن الـ ADHD في البالغين، وصدفة يعني قريت من باب الفضول، فحسيت إنه في أشياء من اللي قاعد يتكلمون عنها قاعد تنطبق علي، ومن الأشياء اللي أنا أحسها يعني علي في حياتي. فسويت اختبار ADHD، ولقيت فيه يعني إنه احتمالية إنه أنا يعني عندي هذا الاضطراب، فبس رحت المختص وسويت الاختبار مع المختص، واكتشفت انه يعني عندي بنسبة معينة في ADHD. يعني الاكتشاف كان جاء نابع منك، لاحظت بعض الأعراض، قريت من الاستبيان اللي وصلك، وبعدين حسيت كل ما كنت تقرأ كل ما لقيت إنه الأعراض تنطبق عليك أكثر وأكثر، بعدها صحيح قررت إنك تروح لمختص. صح، طب إيش حصل معك لما رحت للمختص؟ أنت رحت مقتنع ولا رحت تبغى أحد يساعدك بالتشخيص؟ الثنتين. أنا كان يعني طبعا إذا بنرجع خطوتين ورا، بصفة عامة الواحد في حياته بالذات المصاب باضطراب الـ ADHD يحس إنه في ضغط نفسي شوي عليه، لأنه الأشياء هذه زي ما قلت لك هي طبيعية تصير في الناس كلها، لكن تصير لمصاب الـ ADHD بصورة أكبر. ففي ضغط كبير، في بريشر إنه ليش أنا عندي هذا الشيء أكثر من الناس العاديين، صحيح. وممكن ألوم نفسي فيها إنه ليش أنا يعني أنا إهمال مني أو تقصير مني. فلما اكتشفت إنه هذه حالة خارجة عن إرادة الشخص وإنه لها علاج ولها طريقة تعامل، فحسيت بقناعة إنه أنا غالبا هذا هو سبب الأشياء اللي أنا أمر فيها، ورحت عند المختص على أساس إنه يأكد لي المعلومة هذه بصفته طبيب يعني ومختص وعارف الأعراض يعني أكيد بطريقة أكبر مني.
فكانت الثنتين، كانت عندي قناعة وكنت أبغى واحد يعني زي اللي guidance يدلني على الطريق الصحيح. ممتاز، كنت واحد يعني يرسم لك المسار الصحيح من الناحية العلاجية. الدكتور من فهمي للي ذكرته شخصك على أنه عندك ADHD، هل كان باستخدام مقاييس معينة، مقابلة شخصية، الثنتين، وإيش نتج عن التشخيص؟ هل استخدم دواء ولا إيش اللي اتفقتوا عليه؟ هي زين برضو كانت الثنتين، كان في البداية فهم مني وجهة نظري وليش أنا جاي، يعني أنا رحت له مباشرة قلت له أنا شاك إنه عندي ADHD وأبغى أتأكد من الموضوع، فبدأ يتكلم معايا ويفهم مني ليش أنا في بالي إنه عندي ADHD أصلا، وبعدها سوى لي اختبارات، كان اختبار مطول يعني وأخذ فترة كذا يمكن نص ساعة ساعة، في أسئلة كثيرة جدا، بعدها يعني طلع معاه إنه في فعلا ADHD، وفي التصنيف اللي موجود عنده إنه يعني على حسب شدة الاضطراب. الحمد لله أنا في حالتي ما كانت يعني الحالة خفيفة لكن موجودة، فتوصلنا بعدها للعلاج والحمد تمام، لله شغال على العلاج الفترة هذه ممتاز. العلاج هذا كم صار لك عليه؟ تقريبا 2 سنين أو أكثر. 2 سنين. والنوع اللي شخصت فيه هل كان فرط نشاط فقط، تشتت انتباه فقط، ولا الاثنين مع بعض؟ هو أكثر تشتت انتباه بنسبة بسيطة فرط حركة. بنسبة بسيطة فرط حركة. طيب الدواء كيف غير حياة المهندس فايز؟ يعني أبغى توصل للناس اللي قاعد تسمعنا، الدواء ليش ضروري بالنسبة للشخص اللي عنده ADHD اللي هو فرط النشاط وتشتت الانتباه، وإيش غير في حياة المهندس فايز قبل وبعد؟ طبعا نظم لي حياتي بطريقة كبيرة، وصرت في أشياء كثير، أنا يعني تركيزي صار أكثر في حوارات، أنا زي ما قلت لك أشتغل في قطاع مشاريع، فشغل كثير تصير كل يوم، إن الواحد ينقل من تركيز عالي. الحمد لله يعني المجهود اللي كنت أبذله أول علشان أوصل لحالة التركيز هذه صار أقل، فصرت بسهولة أكثر إني أقدر يعني أركز في عملي والتزامي أصلاً بالجدول المواعيد اللي في اليوم، صار أفضل. قبلها كان الوضع شوي، المجهود الطبيعي اللي الناس الطبيعية بتبذله اللي عنده ADHD إذا سوى نفس الأشياء هذه تأكد إنه يبذل فيها مجهود مضاعف. ف كيف؟ يعني مثلا إذا تكلمنا على التركيز مثلا في النقاشات والتذكر، لأن في نسبة نسيان أكثر، فعشان الواحد يتذكر كل حاجة عن موضوع معين مثلا في الوقت الحالي في وقت النقاش، المجهود اللي يبذله يكون أكثر، والأشياء والترتيبات اللي قبلها تسويها، كتابة النوتس، يعني كان في أشياء أنا أخذها قبل ما أعرف إنه عندي ADHD كثير، وبالذات مثلا خلينا نتكلم عن موضوع النسيان، فصرت أسجل نوتس كثير للأشياء اللي تصير معايا بالأحداث اليومية، وهذه من ف المهارات الصحية، ممتاز، ومع مهارة الوقت تنظيمية. يعني يا أهلا، تعلمت هذه الأشياء مجبرا، يمكن لأنه أنا حاس بالمشكلة هذه ولازم الواحد يتصرف ويشوف له حلول قبل ما أعرف أنه أصلا هذه مشكلة ADHD، فكنت أكتب مثلا نوتس عندي زيادة، وكل يوم أكتب الأشياء اللي قاعد تصير وراجعها من فترة لفترة، علشان إذا كان في ميتنج أو إذا كان في مشكلة في العمل أكون أنا الهيستوري حق الموضوع أو تاريخ الموضوع أكون حاضر في بالي. الحمد لله بعد العلاج صار الواحد ينسى أكيد، بس إنه ما هي بنفس الطريقة اللي كانت تصير زمان، ففي فرق. هذه من ناحية النسيان، من ناحية وقس عليها يعني في الحياة اليومية أكثر الأشياء اللي كنت أعاني منها أول، يعني عشان الواحد يلتزم بموعد معين الساعة 10 مثلاً، الطبيعي إنه الإنسان الطبيعي بيروح ويحضر في الوقت المناسب،
اللي عنده ADHD يكون مشغول في الفترة اللي قبلها بأشياء كثيرة ثانية فيتأخر عنها. فهذه من الأشياء اللي كان علشان قبل ما اكتشف الADHD وقبل ما أخذ العلاج كنت يعني نقدر نقول إنه الـ ADHD الأعراض حقتها كانت تأثر بشكل سلبي على نشاطاتك اليومية، على حياتك الشخصية. أتوقع الأستاذ فايز اختفى من عندنا، خلينا بس ننتظر يرجع. تشوف أسئلة المتابعين، لأنه إحنا خلينها لآخر اللقاء، بس على ما يرجع الأستاذ فايز نشوف لنا سؤال أو سؤالين. نحاول نضيفه مرة ثانية. أستاذ فايز معانا؟ يا أهلا وسهلا. بس يمكن مشكلة في الكونكشن. ما عندك مشكلة. فاللي كنت أقوله يعني إنه بصفة عامة الأحداث اليومية ما هي بالسهولة إنه الشخص يعني يتجاوزها. طبعا مع الوقت ومع التقدم في السن الواحد يبدأ يكتشف مهارات معينة، وزي ما قلنا إنه النوت، تسجيل النوت، تبدأ يعني تتعامل مع الأعراض اللي عندك. العلاج بكل تأكيد يسهل ويختصر مسافات كبيرة في الشيء هذا. قبل شوي كنت تحكي عن التأخر الغير مقصود في المواعيد، كنت تتكلم عن التأخر في التزاماتك حتى في حياتك الشخصية. فهنا دخلنا في الأعراض أو التأثيرات السلبية للأعراض إذا ما عولجت وشخصت، صح؟ صحيح. طيب، فإحنا نتكلم عن التأثيرات، هذه تأثيرات جدية. يعني إذا نتكلم على التأخر عن المواعيد، نسيان المواعيد، إيش في غيرهم من تأثيرات سلبية للأعراض؟ التأخير في إنجاز بعض الأشياء، النسيان، ترتيب الجدول اليومي. طبعا بسبب هذه الأشياء يتأثر الجدول اليومي، فإذا كان في أشياء معينة أنت في بالك إنه تنجزها في يوم معين ممكن يعدي اليوم أنجزت مثلا نصها أو ثلاثة أرباعها بس ما أنجزتها كاملة، مع العلم إنه الوقت يسمح انه تنجز مثلا صحيح. تو دو ليست، لكن تكتشف انه في اخر اليوم لا، ما في وقت ضاع كثير، سواء في الاشياء الاكتيفيتيز اللي انت في بالك تسويها او ما بينها، يكون خلصت الشغله الاولى والثانيه بعدين قضيت وقت معين في النص طويل فاثر على الاشياء اللي لازم اسويها. يعني بصفه عامه هي اشياء إذا ما كان الواحد عنده معرفة إنه هذه خارجة على الإرادة هو تصنف كأنها إهمال أو كأنها لا مبالاة، مع العلم أنها بالعكس جدا، يعني إحساس العالي بالمسؤولية موجود وإن الواحد يبغى ينجز هذه الأشياء كلها، الرغبة موجودة، لكن في حاجة في النص ما هي راضية تضبط. وهذا اللي كنا نتكلم فيه ونناقش فيه كثير من الأهالي، إن الطفل اللي عنده ADHD ما هو الطفل اللي نسميه شقي في الفصل ولا في المدرسة ولا في البيت. هي ما هي شقاوة، هي حركة مفرطة غصبا عن الطفل، يعني هو نفسه ما مو قادر يسوي سيطرة عليها. اضطراب زي ما انت حكيت حضرتك، لازم إنه هو يشخص ويشوف الدكتور حاجة التدخل الدوائي من عدمه. فنقطة جدا مهمة اللي ذكرتها، لأنه أحيانا يكون في وصمة للموضوع ما هي إيجابية. تلاقي مثلا الطفل إذا كان عنده ADHD غير مشخص يعاني في المدرسة، صح. يعاقب على أشياء هو ما قصد إنه هو يسويها، على سواء الحركة أو التململ أو أحيانا حركة اليد أو إنه هو يتكلم مع أصحابه، المقاطعة. فهذه أشياء كثيرة ودي تتكلم عنها من وجهة نظرك أنت، تجربتك لما كنت زمان في أيام الطفولة، لما كنت
في فترة المراهقة، وحتى لو نوصل لموضوع حتى يمكن بعد البلوغ، بعد ما أصبحت مراهق بديت تسوق، هل هذه الأشياء أثرت عليك؟ بس أبغى نبدأ في مرحلة الطفولة، كيف تعاملت مع هذه الأعراض؟ هل واجهت مشاكل، مواقف في المدرسة ضايقتك، تمنيت إنه هي، أو تمنيت إنك كنت مشخص وقتها عشان تتجنبها؟ كيف تعاملت مع الأمور هذه من طفولتك؟ وعندنا سؤال أحد يسأل عن طفولتك، فنكون جاوبناه مرة واحدة. والله كان فترة الطفولة يمكن في الدراسة أنا الحمد لله كنت مجتهد يعني، وكان نفس الشيء يمكن عندي الوالدين كانوا مركزين زيادة على الدراسة، فكان إجباري إن الواحد يقضي وقت طويل في الدراسة، فالحمد لله عدت يعني بطريقة كويسة. لكن في المدرسة مثلا التأخير حتى في استيقاظ من النوم مثلا في الصباح، في الرجعة من المدرسة إنه مثلا إذا الوالد كان بيمرني ياخذني من المدرسة ما أكون موجود. هذه أشياء يمكن بسيطة الحين الواحد يحسها، لكن اللي كان الطبيعي اللي كان يصير إنه أو زملائي اللي كانوا معايا ما كانوا يصير معاهم نفس الشيء. يعني الحين أنا لما أتذكرها أعرف إنه لا، كان في حركة زيادة، وكنت ما يعني ما أجلس، ما أحب أجلس في مكان واحد، الجلسة من الصبح لين بعد الظهر في الفصل يعني تخنق، تحس إنه أحب إني أطلع وألعب وأتحرك كثير. الحمد لله في ذيك الفترة ما أثرت على الدراسة، بعدها مع الوقت لين ما وصلت في الثانوي بدأ شوية في بس الدراسة. قبل الثانوي مهندس فايز، بس أبغى عشان ما ننسى مرحلة الدراسة، الطفولة عفوا، هل كان في تعاون من المعلمين، المدرسين، المدرسة ساعدك وقتها في إنه أنت مثلا يكون أدائك أفضل في الدراسة؟ هل كان مثلا يستخدموا أساليب معينة أنت شفتها إيجابية؟ في طبعا هو على حسب الاستاذ، اذا وهذه يمكن من ايجابيات انا اعتبرها شخصيا من ايجابيات الاي دي اتش دي اللي الان مع الوقت ومع القراءه اكتشفتها، انه التركيز صح انه في تشتت انتباه بصفه عامه، بس في مواضيع معينه اذا كان في رغبه داخليه عند الشخص انه يرقيها. فمصاب الـ ADHD يمكن وانت اخصائيه وعارفه اكثر مني، يكون عنده تركيز، يمكن فرط في التركيز، فيحب انه اذا شيء جاي على مزاجه او يستهويه يركز فيه بطريقه عاليه. فكان عندي المدرسين اللي اسلوبهم يعجبني، طريقه شرحهم تعجبني، كنت دائما مجتهد معاهم واذاكر كثير واحل واجباتي اول باول اكثر من المواد الثانيه اللي مثلا المدرس ما كان عند يعني ما كان عنده الأسلوب السهل أو الأسلوب اللي ممتع بالنسبة للأطفال. ممتع، ف كيف ممتع؟ إيه هل الممتع؟ نقصد السهل الممتع؟ هل كان في مثلا ياخذوا استراحات معينة في الفصل؟ هل كان في نشاطات مختلفة في التقديم، في الشرح؟ كيف لقيت إنه انتباهك كان أفضل مع مدرسين معينين أو معلمين معينين؟ بعض المعلمين يكون مثلا يستخدم أدوات في الشرح، فيستخدم معاه يرسم، يكتب كثير على سبورة، يرسم أشياء معينة، يجيب مثلا بروجيكتور ويعرض أشياء، فهذه أشياء تشد. أسلوب صحيح. نفس المدرس المعلم في الشرح، في ناس أسلوبهم جاف وجامد ويتكلم بس يشرح الكلام اللي عنده ويمشي، كنت أحس فيها بملل السرد الكثير في البداية، يكون يشد شوي وتبغى تعرف إيش الكلام اللي ينقال، لكن مع الوقت يبدأ فيه الإذن تبدأ تمل شوي. فكنت لا، هذا الشيء كانت المواد هذه كانت تتعبني مثلا في مذاكرتها، غير تمام. الأسلوب اللي لما أخذه الأستاذ اللي يغير من أسلوبه، يغير من نبرة صوته وهو يتكلم، يمزح شوي، يتكلم شوي، فيشد الطالب اللي عنده ADHD بالذات، يشده على كامل الحصة. تمام. أنت ذكرت نقطة مرة مهمة مهندس فايز، إنه الشخص أو المعلم، وفي سؤال بنقاشنا هذا بنكون جاوبناه، إن المعلم ممكن يستخدم أساليب مختلفة، الشرح عن طريق البروجيكتور، الرسم، وتكون مثلا الشرح أو الفقرة قصيرة، ما تكون فترتها طويلة، يعني إذا كان الطالب نفسه ما يتحمل في مراحل مبكرة جدا في الابتدائي،
ما يقدر صحيح. يتحمل إلى مدة أقصاها مثلا 5 دقائق، إحنا ممكن نشوف لنا طريقة ثانية بحيث نشغله بنفس المادة العلمية لكن خلال وسيلة تعلم أخرى. نصيحة منك، رسالة منك للمعلمين، إذا إنه في أحد منهم إن شاء الله يسمعنا، إيش بتقدم لهم نصيحة بالنسبة للـ ADHD؟ والله طبعا اول حاجه واهم حاجه لازم يكونوا فاهمين ايش يعني ADHD وايش الاعراض الطبيعيه في ADHD، يعني دور التوعية. ودور طبعا، واتمنى انه يكون في مبادره مثلا من حتى من وزاره التعليم، يمكن يكون في اشياء زي كذا، لكن على حد علمي ما في اكتشاف مبكر لا مؤاخذه ما في اكتشاف مبكر للطلاب اللي عندهم ADHD. يعني اغلب الناس يمكن يكونوا نسبة كبيرة ويكون عددهم بعشرات الألوف مثلا في المجتمع عندنا، لكن نسبة الناس اللي يعرفون أن عندهم هذا الاضطراب قليلة جدا. فبالتالي الضغوط اللي أنا مريت فيها هذه في ناس كثير قاعدة تمر فيها وما صحيح. يعرفون أن عندهم حل بسيط، ممكن يروحوا يتوجهوا لمختص ويديهم علاج معين ويتجاوزوا أكثر أغلب هذه الضغوط. فهي تبدأ من البيت ومن المدرسة، البيت وهي يعني ومتوعية أصلا للطرفين. فقبل ما المدرس، علشان المدرس يكتشف أنه الطلاب اللي قدامه في منهم عدد معين عنده ADHD، لازم يكون هو عارف الأعراض وعارف كيف يتصرف معاها، وإذا عرف بعد ما يكتشف المفروض إنه يتابع، يكون في ورقة مثلا في ملف الطالب، حتى لو انتقل من مدرسة إلى مدرسة من مرحلة إلى مرحلة، يكون المدرسة الجديدة اللي رايح لها اوريدي عارفين إنه عنده ADHD، فيعرفون إنه يتعاملون معاه بطريقة اللي تناسبه. الناس ممتاز. اللي عندهم ADHD يمكن عندهم مشكلة في النسيان مثلا، صحيح. لكن عندهم قدرة عالية في الربط بين الأشياء، ففي نسبة ذكاء كويسة ممكن الواحد يستفيد منها. فإذا قدرنا نتعامل معاه بالطريقة اللي تناسبه، إذا قدرنا نوصل له المواد، يعني بيكون في مواد 10 15 مادة كل واحدة في موضوع معين، أكيد ما هي كلها راح يستوعبها وراح يستلطفها، يعني تيجي على مزاجه ويحب انه يدرس فيها. فالاشياء صحيح. اللي هو ماشي فيها كويس نقدر نحببه فيها اكثر. الاشياء الثانيه باسلوب التدريس المناسب ممكن يصير يحبها اكثر، فتتطور اصلا قدراته التعليميه. تمام، يعني إذا بنلخص رسالتك للمدارس أو المعلمين، التوعية ثم التوعية ثم التوعية، الكشف جدا المبكر أو التشخيص المبكر عن الأعراض أو الاضطراب إذا كان موجود، في حال شك المعلم بأنه أي طفل من الأطفال قد يعاني من الـ ADHD فينصح بأنهم يوجهونه لأقرب مختص على أساس يتم التشخيص ومساعدة الطفل في حال طبعا. ما تم مثلا. إيه ولا اقطع كلامك، الحاله المثاليه اللي انا ممكن اطلب فيها انه يكون اكثر من كذا، انه يكون المدرسه تتابع مع الوالدين. اول حاجه تبلغ الوالدين انه ولدهم في احتمال يكون عنده ADHD، انه يتابعون معه او يطلبون من الاهل انه ياخذون الولد الى مختص، صحيح. يتابعون معاه هل هو يحضر ويروح عند الطبيب بصفة مستمرة أو لا. المفروض أنه تكون اهتمام مضاعف، مو بس بطريقة التدريس، لا حتى بمتابعته مع الأهل ومتابعة العلاج ومتابعة استمراريته في العلاج. ممتاز. طيب هذا ياخذنا لرسالتك للأهل بخصوص التعامل مع الطفل اللي هم ممكن يشكوا إنه عنده ADHD. وفي واحدة قاعدة تقول لنا الآن هذا موجود بالوزارة وهذا خبر كويس إن شاء الله ونتمنى إنه فعلا موجود. أتمنى أنه أكثر من كذا، لأنه أنا عندي طفل من أطفالي عنده، يعني أنا شاك أنه عنده ADHD، لكن المدرسة ما قد تكلمت معي بهالخصوص. والوعي اللي عندك، يعني في حالة طفلك هو نقول محظوظ لأنه عندك الوعي العالي بخصوص إن شاء الله. لكن احنا نبغى نرسل رسالة للأهل. إيش بترسل لهم رسالة؟ وأبغاك كمان تحاول تربط تأثير الكشف المتأخر أو التشخيص المتأخر
في أو على ثقة النفس بالنسبة للطفل، وبالنسبة لعلاقاته مع الآخرين، وبالنسبة لأدائه الأكاديمي. طبعا طبعا الأهل نوعين، نوع عندهم معلومات معينة عن الـ ADHD وممكن يحاول إنه أو ممكن يكتشفها عند طفله، وفي نوع ما عنده، ما يعرف عن الـ ADHD شيء، وبالتالي ممكن يشوف إنه الولد شقي أو حركته كثيرة أو حركي بالضبط. أو مهمل إذا كبر شوي وبدأ يعني يكبر في السن ويتأخر في أشياء معينة. فاللي ما يعرف هذا أهم حاجة، إنه يصبر على الطفل ويحاول إنه يقلل الضغوط عليه. فكل ما حس إنه الطفل شقي وبدأ يضربه علشان يجلس، كل ما أثر عليه زيادة الضغوط النفسية على الطفل. صحيح. فالصبر مهم في هذه الحالة. النوع الثاني اللي يعرف إنه يعرف شوية عن الـ ADHD، برضه يمكن نقسمه نوعين. في ناس ما يعرف إنه الـ ADHD إيش الأعراض بالضبط أو إيش النتيجة، انه ما يروح للدكتور وياخذ العلاج. هم هذول اللي لازم نتكلم معاهم. العلاج مهم جدا، ولازم يعني كل ما كان بدري اكثر في عمر الطفل، كل ما قدر يسوي كنترول على حياته بصفة اكبر. صحيح، كل ما ساعدته وهيأته للنجاح طبعا خففت عليه أكثر الضغوط طبعا. كثيرة جدا، فسهلت حياة الطفل من البداية. صحيح صحيح. في النوع الثاني اللي عارف وعنده معلومات ووعي كبير ويقدر يتصرف وياخذ الطفل، هذا خلاص، هذا يعني ان شاء الله ما ينخاف على الولد معه، لانه راح يعرف يتعامل معه بطريقه كويسه. لكن مهم جدا انه الاطفال من يعني من عمر مبكره يتعاملوا مع مختصين ويعرفوا يتعاملوا مع الاضطراب هذا في حياتهم كلها. فالولد يكون عارف انه عنده اضطراب، عارف إيش الاضطراب هذا بالضبط، عارف إيش العلاج، ويستمر عليه. ليش قاعدين نقدم رسالة للأهل؟ يعني هل إحنا بس نلاحظ ونركز على الأداء والنجاح وكذا، ولا ممكن في شيء يخص سلامة الطفل؟ يعني أنا أشوفها يعني واحدة من الأعراض في الـ ADHD اللي هي الاندفاعية، إن الشخص اللي الطفل يكون مندفع يقدم على سلوك معين، لأنه الاندفاعية هذه تخليه يقدم على سلوكيات قبل ما يحكم عقله زي ما يقولون بالعامية، أو قبل ما يقدر الأمور. فعشان كذا ينتج عن بعض السلوكيات حوادث، مثلا طاح، لا قدر الله مثلا دخل المطبخ واحترق، لا قدر الله نط من مسافة مثلا ما قدر قياسها أو مسافتها بعدها في لحظتها حصل له كسر. فهي برضه متعلقة بسلامة الأطفال. إيش رأيتك أو رأيك بالنقطة هذه؟ انا مر علي مواقف وانا صغير، كنت يعني فعلا لما اتذكرها اعرف انه سويتها بدون وعي. يعني زي ما تفضلتي، انه تمشي في اماكن معينه في تهور شوي، تمشي في اماكن اندفاعية مو معينه تهور، عشان اندفاعيه. اي ما نبغى نكون قاسين مع الفئة الأطفال أو الأفراد. أنا وفايز صار بينا نقاش على وصف بعض الأعراض. وش قلت لك عليه على الوصف اللي تناقشنا عليه؟ انه حرام الواحد يقسى على نفسه شوي. لا، انا اقولها بدون قسوه، يعني اقولها بالمعنى اللطيف، خلينا نقول تمام. الكلمه. كيف فاحيانا نوصفها من جديد؟ اندفاعيه، اندفاعية مو تهور. عدم يعني الاخذ في الحسبان بالنتائج الاشياء اللي بتسويها، فما يفكر فيها كثير، انه انا لو مشيت ايش اللي لا سمح الله ممكن يصير. فابدا انا افكر مرتين. التفكير المنطقي احيانا يغيب، فتبغى تسوي بس الشيء اللي غصبا في عن بالك الشخص. غصبا عن الشخص هو يصير، صحيح، ما هو ويصير بطريقه بيرضى. لا شعوريه. فهذا شيء. النوع الثاني او الشيء الثاني، طبعا هذا من الاعراض المهمه، وتاثر بطريقه مباشره على يعني سلامه الاطفال، وحتى تبقى مع الشخص اللي كبر. بس في حاجة ثانية كمان، إنه الأعراض الثانية كمان ممكن، لأنه الطفل أو الشاب أو الشابة يوصفوا بالإهمال، فتأثر عليهم نفسيا، إنه أنا ماني قادر يعني أنتوا قاعدين تتهموني بشيء أنا ما لي يد فيه. فيبدأ يقتنع داخليا
انه هو فعلا مهمل، انه هو فعلا مقصر، انه هو فعلا لا مؤاخذة غير جدير بالثقة. فهذه كلها اشياء ممكن الواحد يتفاداها اذا انه اكتشف بطريقة مبكرة وعرف انه هذه الاشياء ما هي في يده انه يقدر يتعامل معها. اكبر مشكلة انه هذه كل الاعراض تصير، طبعا هي ما هي اعراض ان الواحد يعرف انه والله هذا مرض نفسي مثلا، انه او اضطراب نفسي او اضطراب، ما هي اعراض عادية ممكن تصير مع اي شخص وممكن مع الناس الطبيعيين موجودة بس بطريقة اخف. فما حد المصاب ما يصنف نفسه على انه مصاب، ويصنف نفسه على انه شخص طبيعي، لكن ما هو قادر يسوي كنترول عليها فتأثر عليه نفسيا. ولما المجتمع عنده الوالدين والمدرسة يعاملوه بطريقة انه هو فعلا مهمل فتبدأ تأثر عليه زيادة. صحيح صحيح، يعني كلامك هذا مرة مهم مهندس فايز. انت قاعد تقول، انا بترجمها بالترجمة النفسية، فانت قاعد تقول انه احيانا السلوكيات او الاعراض مثل الاندفاعية، مثل التأخر في المواعيد، عدم القدرة ان الطفل يركز، او انك ترسل مراهق للبقالة تقول تجيب لي الغرض الفلاني يروح ورجع نساه، او ان الواحد بدأ يداوم وهو ما عارف عنده ADHD، يتأخر في الدوام، ينسى، ما يقدر يكمل مهمة معينة، كل هذه الاشياء اذا ارتبطت بتعليقات سلبية من الناس اللي حوالينهم بداية من البيت ممكن تأثر على ثقة الشخص بنفسه. تمام؟ جداً. على المدى الطويل ثقة النفس هذه إذا كانت ضعيفة جداً جداً، الشخص تأكد أنه مهاراته في التواصل ما راح تكون كويسة، راح يكون شخص سلبي ما يقدر يدافع عن نفسه، ما يقدر، أو أنه راح يكون شخص عدواني زعلان من الآخرين وقاعد يبغى ينتقم منهم عن طريق العدوانية، فهيستخدم أسلوب العدوانية. فما هذه ما أقصدها على الأطفال الـ ADHD بشكل عام، أقصدها بشكل عام الشخص اللي ثقته في نفسه ضعيفة، تأكد أنه يا حيكون سلبي في النهاية، يا حيكون عدواني، سلبي بمعنى ما يقدر يأخذ حقه، ما يقدر يعبر عن اللي بخاطره، يفضل البعد عن الآخرين بدلا من مواجهة المواقف حتى لو كان لا رغبة فيها. يعني هذه التأثيرات كلها تأثيرات تلحقنا إلى الكبر. تمام؟ صح. فتخيل الشخصية هذه إذا استمرت بالطريقة اللي احنا ناقشناها ممكن الشخص يجي عنده مع الوقت اكتئاب لو ما تعالج وتحسن الأمر. فالتأثيرات لعدم الكشف المبكر أو العلاج المبكر ممكن تمتد إلى مرحلة البلوغ وإلى ما لا نهاية إذا ما تم معالجتها من البداية. فأنا صح. أشكرك على ملاحظاتك. في حاجة كمان بهذه النقطة، الشخص أنا أشوف اللي عنده ADHD ومحافظ على مواعيده ويعني يبان للناس كأنه شخص طبيعي، أنا أعتبره شخص، وموجودين أعتبره شخص خارج عن يعني العادة، فوق الطبيعي، لأنه المجهود اللي يبذله مجهود عالي جدا. الناس ما تعرف، ويمكن هو نفسه ما يعرف أحيانا، هو يفكر أنه هو هذا الشيء طبيعي، لكن عمليا الشخص اللي ما يقدر، لو الضغوط هذه النفسية ما تأثر فيه، اللي يقدر يحافظ على يعني على التزاماته بطريقة ممتازة طبيعية، تأكد أنه يبذل مجهود خرافي، ولو كان يمكن عنده العلاج يساعده راح يبدع بطريقة ما هي طبيعية، لأنه يبذل مجهود أكثر من الشخص الطبيعي علشان يوصل للنتائج الطبيعية. في متابع أو متابع واضح أنه مركزين معاك مرة ومبسوطين من كلامك، يقول لك فعلا 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 صدقت. فمجهود ضخم جدا، أرضيت الجمهور اليوم، وما احنا متفاجئين، احنا الجمعية سمتها التجربة الملهمة، وألهمتنا كلنا يا مهندس فايز، من صراع إلى نجاح، هذا اللي أشوفه من خلال سرد القصة، من صراع إلى نجاح. الناس اللي زيك احنا نفتخر فيهم كثير، واللي خليني أفتخر فيك أكثر هي استعدادك إنه أنت تتكلم عن المشكلة مع الناس جميعا، باستعداد إنه الكل يستفيد من تجربتك. ما قلت والله وصمة رحت لطبيب نفسي، فأنا ودي تاخذ بس لو ثواني توجه رسالة للأهل كيف إنه الـ ADHD المفروض، أو أي اضطراب نفسي المفروض ينظر له زي أي اضطراب أو مرض طبي ولا يقل أهمية عن الأمراض الثانية.
نبغى رسالة كذا بسيطة منك تهدف إلى تقليل الوصمة عند الأهالي. هو هذه ثقافة مجتمع، يمكن صعب إنه في يوم وليلة نقدر نتجاوزها، لكن أنا أشوف إنه العلاج النفسي يمكن الآن في المجتمع الغربي شوية بدأ يصير ترند شوية، إنه الواحد يروح للشرينك ولا يروح لمختص لطبيب ويتكلم نفسي. معاه طبيب نفسي ويتكلم ويفضفض. إحنا عندنا إلى الآن ممكن زي ما تفضلت إنها وصمة، والطبيعي او انا اشوف انه يمكن اهم حتى من العلاج، طبعا كلها مهمه، العلاج البدني الشخص الطبيعي الفيزيائي الفيزيكال، بس هذه مهمه اكثر لانها الاعراض او الامراض حتى الامراض الطبيعيه تاثر على نفسيه الشخص، فكل يعني انت محتاج انه نفسيتك تكون على يعني جاهزيه كبيره، فكل ما يعني اهملت فيها او استحيت انه تاثر فيها راح تاثر على حياتك في مجالات كثير. صحيح. انا يمكن عندي في الاخير اذا ممكن طلب بالنسبه للاي دي اتش دي، واشوف انه في حاجه يعني باختصار بقولها، اي دي اتش دي زي ما في سلبيات في ايجابيات كثير، زي ما تكلمنا عن التركيز، فرط التركيز مثلا، النجاح، الذكاء، القدره على الربط بين الاشياء بطريقه الشخص الطبيعي يمكن ما يستوعبها، فهذه كلها إيجابيات تجي سبحان الله، يعني زي ما في سلبيات الله عطى في الاضطراب هذا إيجابيات معينة ممكن تساعد، وفي أدلة نجاح كثيرة جدا عالميا. أنا ممكن إذا بطلب طلب من الجمعية إشراق إنه لازم علشان الناس تعرف والتوعية تكون أكبر، ممكن عندك اقتراح إذا إنه ممكن في اختبارات الشخصية، اختبارات تحديد الشخصية، اختبار ممكن 10 15 سؤال يكون بطريقة معمول بطريقة حلوة مرحة، تكون على الأقل كبداية إنه للشخص إنه هل أنت محتاج إنك تسوي اختبار موسع أكبر أو لا أنت ما فيك اي دي اتش دي، لأنه لو سوينا مسح الآن على الناس في مجموعة كبيرة جدا، أنا ما عندي إحصائية يمكن، لكن أعتقد أنها بعشرات إذا ما كان مئات الألوف في مجتمعنا عندهم ADHD، يمكن الناس اللي يعرفون منهم ما يتجاوزون 10% أو 5% اللي يعرف أنه صحيح عنده اضطراب، صحيح. فعدد مهول ما يعرف، وعدد يعني ما يعرف أنه عنده حالة زي كذا ولا يعرف يتعامل معها ويواجه ضغوطات ما في داعي أنه يواجهها. ممكن لو تتبنى جمعية إشراق استبيان زي كذا، ممكن عن طريق مؤثرين السوشيال ميديا ينتشر ويكون بطريقة فن ومحببة للناس، أقل حاجة ممكن لو قدرنا من المئات الألوف هذا ياخذ 5% 10% يكتشفون إنه عندهم مشكلة ويبدون يتعاملون معها، راح يكون إنجاز يعني غير طبيعي. وأعتقد إنه جمعية إشراق إن شاء الله فيها الخير والبركة وأنتم فيكم الخير والبركة، وتقدروا على نقطة يعني خطوة بسيطة. في برضه حاجة ثانية، يمكن في قاعد أشوف في اليوتيوب مثلا، لما اكتشفت إنه عندي ADHD وصرت أسوي سيرش في أشياء، في برامج بسيطة جدا على اليوتيوب ممكن تتقدم بطريقة للناس اللي عنده ADHD، كيف يتعامل مع الـ ADHD، كيف يتعامل مع الأشياء، إيش كيف يعرف إنه عنده ADHD، تعريف بالـ ADHD بطريقة برضه فن مرحة وخفيفة، بمقابلات مع ناس ناجحين عندهم ADHD مع مختصين. بدأوا معاك أول واحد، وبداية احنا نقول بداية إن رائعة شاء الله خير يا مبشرة رب. بالخير. يعني احنا تجربتنا معاك اليوم في كلام حلو، إذا بننتقل للأسئلة في كلام حلو نقال لك. أنا ما أدري إذا تقدر تشوف التعليقات ولا لا. أشوف فيه يطلع. أي في تعليق، أفضل أنواع العطاء هو أن يقدم الإنسان تجربته للآخرين. شكرا مهندس فايز، أنا هذه شكرا لك. بتبين لي قديش خلقت أثر في المتابعين والمستمعين، فهذه يعني هذه مبشرة بالخير. أنت تقول استضيفوا ناس عندها ADHD، ناس ناجحة، أنت بدأنا فيك بداية مشرفة الله يبارك فيك وراح تستمر بإذن الله، وأنا متأكدة إشراق ان راح شاء الله خير. إن شاء في الله. شفت واحد من الاسئله انه ادينا قنوات في اليوتيوب، في قناه مثلا واحده بذكرها اسمها هاو تو اي دي اتش دي، أنا ما أعرف إذا نقدر نقول إذا يسمحوا لنا أو لا. القناه في اليوتيوب تتكلم عن الاي دي اتش دي، اعتقد انه يعني ان شاء الله حتفيد الناس، اسمها تمام، هاو تو اي دي اتش دي. ممتاز ممتاز.
مرة ممتاز، وحيكون لنا تواصل ثاني ومقابلات أو أفكار ثانية بإذن الله. إن شاء الله. طيب إذا ما في مانع، إيش نوع الـ HD؟ ذكر المهندس فايز اللي عنده النوعين، تشتت انتباه، فرط نشاط على درجة خفيفة. كلام قيم يا أستاذ فايز، الله التعليقات يبارك فيك، كلها إيجابية ورائعة فعلا أشكرك فعلا. وأشكرهم. طيب يا ليت تتولى جمعية إشراق، مشكورة. جلسات تعديل سلوك منظمة للمراهقين بشكل أسبوعي. جمعية إشراق أتأكد أنه حياخذون كل تعليق منكم بجدية كبيرة كبيرة، ودائما ما شاء الله مبادراتهم من أسرع ما يكون. اندفاعية تسبب مشاكل كبيرة، صحيح وناقشناها. هل الدواء صار له تأثير عليك باستخدامه لمدة طويلة؟ لا بالعكس، يعني يمكن إلى الآن أنا ما أشوف إنه 2 سنين مدة طويلة، صحيح، أتفق معك. وبالعكس يمكن أنا أشوف إنه إلى الآن أنا قاعد أكتشف الدوز، يعني لسه ما وصلت للجرعة اللي أنا أشوف إنه 100% تناسبني، لأنه يحتاج إنه كل ما غيرنا الجرعة نجلس فترة عليها عشان نجربها، فيمكن ما المحاولة شفنا والخطأ أثرت وارد، إيجابيا، أكيد. أثرت إيجابيا، أثرت كثير. ممتاز ممتاز. في سؤال، طفلي يعاني من ADHD فوق تنمر الطلاب، تنمر المعلمة، هل له مدارس خاصة؟ إذا تسمح لي بجاوب السؤال هذا. الطفل اللي عنده ADHD لا يتطلب فصول تعليم خاص. الطفل اللي عنده ADHD ذكاؤه لا يقل عن ذكاء الأطفال الآخرين، لذلك لا يتطلب فصول تعليم خاصة. من ناحية القدرات المعرفية، من ناحية الذكاء، لا ينقصه أي شيء. هو زي الشخص اللي عنده سكر، خلينا نقول، أو عنده حاجة طبية لازم إنه هو يعالجها عن طريق استخدام دواء معين، أو عن طريق الوصول إلى خدمات طبية أو نفسية محددة، لكن لا يحتاج إلى مدارس خاصة أو فصول خاصة، لأنه هو طفل من ناحية القدرات العقلية والذكاء زيه زي غيره، لا يقل عنهم بأي شيء. تتفق معي يا فايز؟ طبعا طبعا جدا. الأسئلة القديمة ناقشناها. طريقة التشخيص ذكرها الأستاذ فايز، تتجه للطبيب أو المختص اللي هو الطبيب نفسي أو الأخصائي النفسي. اللي صار مع فايز هو السيناريو المثالي، إنه يسوي لك تقييم عن طريق الاختبارات النفسية وعن طريق المقابلة أو المقابلة الكلينيكية، الملاحظة مع الأخذ الهيستوري أو التاريخ الأسري والشخصي والدراسي وكله، وبعدها يتم تحديد العلاج المناسب، هل في حاجة للدواء أو الجلسات فقط. وحتى لو كان في حاجة للدواء، هذا الشيء زي ما قلنا ننظر له زي الضغط، زي السكر، زي الأمراض الثانية والاضطرابات الثانية. طبعا الآن برضو حساب المهندس فايز موجود عندنا، إذا ممكن يسألونك أسئلة بعدين، لأنه في أشياء محددة سألوا عنها زي القنوات وال ال 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 اليوتيوب اللي ذكرته. يقول لك إلى أي درجة الدواء مفيد، يعني لو تعطينا نسبة بالمية. 150%. ممتاز، مرة ممتاز، يعني هذه أكثر من كذا تشجيع ما أدري. طيب، وما شاء الله في واحدة معانا مرة، أو واحد شخص مرة أكتف، جاوب عننا بعض الأسئلة. شكرا شكرا، كل الشكر. إلى متى يستمر فرط الحركة؟ إلى متى يستمر فرط الحركة؟ جاوب ولا أجاوب؟ أكيد طبعا التجاوب، أنا يمكن وجهة نظري إنه مع التقدم في العمر تخف فرط الحركة. صحيح صحيح، الأعراض تخف مع تقدم العمر، لكن لا يعني إنه إحنا نقول بتخف في النهاية، ما نروح للطبيب عشان هي بتخف في النهاية، لا، احنا نروح عشان ما نعطل، ما تجي للنهاية واحنا فوتنا فرص جميلة للتطور والنماء على الشخص. في سؤال جميل يقول، هل هناك علاقة بين الإبداع وفرط النشاط بحسب تجربة المهندس فايز واطلاعه؟ أنا شخصيا أشوف فيه بدرجة كبيرة، عشان كذا أنا في العمل الناس اللي في ناس ألاحظ إنه عندهم ADHD ويعجبني إني أتعامل معاهم، لأنه عندهم أفكار مختلفة، طريقة تفكير مختلفة عن الطبيعي، عن السائد،
فالإبداع موجود. وعلشان كذا أنا أقول إنه العلاج الدوائي يمكن في ناس تخاف منه، العلاج الدوائي هذا يقلل من الإبداع اللي موجود عندهم، لكن أنا أشوف إنه بالعكس يمكن محفز زيادة، لأنه إحنا الناس اللي عندنا ADHD، أنا متعصب شوي للـ ADHD، مختلفين، وأشوف إنه في طاقة إيجابية كبيرة جداً بوتنشال إبداع عالي جداً. كيف بوتنشال الإبداع؟ يعني إذا قدروا أو إذا لقيوا المجال اللي مناسب لهم راح تتفجر طاقة كبيرة جداً. برافو هم عليك. مجرد إنه يوصل للمجال أو طبيعة العمل، أو سواء هوايات أو حتى كريادة أعمال، إذا حصل المجال المناسب له اللي فيه يقدر يطلع فيه شغفه راح يبدع بطريقة كبيرة جدا. صح. في سؤال أخير، لأنه إحنا تقريبا بيخلص الوقت، هل كنت تعاني من تأخر كلام في عمر المدرسة؟ لا الحمد لله. ما هو مرتبط وصحيح هذا الشيء ما كنت متوقعة. في سؤال، أنا بيطلع لي أسئلة كثيرة، ما ودنا نزعل أحد صراحة، تفضل عادي، لكن ناخذ آخر سؤال. يلا يا ريت طيب، لو في بما زيادة إنك ما في مشكلة، يعني على حسب أنا ما الوقت عندي كمان. مشكلة، هو إشراق أعطونا ساعة ماكسيموم أتوقع. طيب، كونك الآن إنسان ناضج، هل ترى أنه بإمكانك الاعتماد على نفسك في إكمال مسيرتك ورسم خططك بدون دواء؟ هذا يتناقض مع مسجل اللي قاعدين نوصل اليوم، ولا؟ انا اشوف انه تقدر طبعا، بس تبذل مجهود مضاعف انت في غنى عنه. فالدواء موجود يسهل عليك اشياء كثير، ليش ما تاخذ الدواء وتسهل حياتك؟ إيش فرقه عن اللي عنده سكر، عنده ضغط يعني، ومضطر إنه ياخذ شيء على مدى، خلينا نقول الاضطرابات المزمنة ولا الأمراض المزمنة؟ الفرق في كيف انت تشوفي الحاله، انت كيف تقيم الحاله، الشخص نفسه كيف يقيم نفسه. يعني اللي عنده سكر علشان بيتعب ويحس بتعب ودوخه وزي كذا، اعراضه واضحه، فبياخذ الدواء مضطرا. فرط الحركه او يمكن اضطرابات نفسيه كلها علشان ما فيها اعراض مباشره انت قاعد تشوفها وتحس فيها بنفسك فيزيائيا، فالواحد يتساهل في موضوع لا ان شاء الله خير، ما فيني الا العافيه. صحيح واحد احيانا يستحي انه يروح لمختص نفسي، صحيح هذه كلها عوامل تقلل من رغبه الشخص في انه يتابع مع مختص، مع العلم انه هي هذا حاجز نفسي لو قدرنا نكسره راح يسهل علينا في حياتنا اشياء كثير، وراح يساعدنا انه ننجح بطريقه اكبر وافضل واسرع. صحيح صحيح. طيب، قلت ناخذ أسئلة ثانية، سؤالين ونقفل، إيش رأيك؟ يلا اوكي. طيب، هل الدواء قل مفعوله بعد فترة من الاستخدام واضطريت توقفه فترة وترجع له؟ لا معايا، لا تمام. وفي شخص يقول، كيف أساعد ابني اكتشاف مؤهلاته وتوجيهه لدراسته، الولد بالثانوي؟ هذه ما لها علاقة في الـ ADHD، بس هذه بصفة صحيح عامة، سؤال عام. الأطفال أو الشباب المراهقين المشكلة الكبيرة عندهم إنه ما عندهم معلومات كافية عن مجالات العمل أصلا، فهو ما يعرف المجال اللي يحبه أساسا لما ينزل في سوق العمل ويكتشف إنه صدفة إنه المجال اللي يشتغل فيه يحبه ولا ما يحبه. فأهم حاجة من الأب اللي يقدر يسويه الأب إنه يفهم الولد إيش المجالات اللي موجودة، إيش المجالات المتاحة، المجالات المرغوبة في سوق العمل، ويفهموا هذه إيش طبيعة عمل، إيش يعني كيف طبيعة العمل فيها. يعني مثلا مهندس، أنا مهندس مدني، لو أقول لواحد في الثانوي الآن عفوا على مقاطعتك مهندس فايز، بس أتوقع الابن مصاب بـ ADHD، لأنه الأم أو الأب، الأم منيرة تقول سبق له تناول الدواء ووقفته لعدم الالتزام، فأعتقد المسج الآن يختلف. يعني إذا الطفل مشخص عنده ADHD ومحتاج إنه هو يكتشف مؤهلاته وتوجيه الدراسة،
يمكن أول نقطة مهمة إنه هو يلتزم بالدواء إذا كان موصوف له عشان يقدر. طبعا تقول صحيح، إيه تقول صحيح. ففايز أنت من وجهة نظر شخص يعني عنده experience في الموضوع هذا، إيش نقول لمنيرة طالما هي معانا الآن؟ أم ما في التزام بالدواء لعدم، أو وقفت الدواء لعدم الالتزام، وبنفس الوقت يعني في عندهم struggle، ولا خلينا نقول صراع معاناة. ولا إحباط، معاناة من ناحية اكتشاف المؤهلات. في حالة الـ ADHD بالذات، أنا يمكن ملاحظتي الشخصية إنه أشوف ناس كثير في، يمكن لو سوينا في الجامعة مثلا، في كل الكليات مسح عام، حنلاقي في كلية الهندسة أكثر عدد ناس مصابين بالـ ADHD. ليه؟ لأنه كلية الهندسة تعتمد على، ما تعتمد على حفظ كثير، وتعتمد على حل مشاكل وفهم. فسبحان الله، يمكن هي تناسب مجال مناسب للناس اللي عندهم ADHD، يناسب طريقة التفكير. ويمكن عشان كذا أنا حبيت الهندسة وشغال في الهندسة ومبسوط فيها. لكن هذا ما يعني أنه هذا المجال الوحيد. صحيح. لازم الشخص يكتشف، لازم يفهم أصلاً إيش هي طبيعة العمل عشان يعرف يقرر إيش المجال اللي يشوف فيه نفسه أكثر ويحبه. ممتاز. آخر مسج أبغى بس منك، مسج الله يرضى عليك بالنسبة للآباء أو الأمهات، لأنه جانا الآن تعليقين على الأقل عن الأطفال اللي أعمارهم 6 سنوات وأهاليهم متخوفين يعطوهم الدواء. بس والله مسج منك. مسج باختصار، يعني إذا كان الشخص متخوف بيسأل مين؟ يسأل الدكتور. إذا الدكتور كتب الدواء بنفسه فأعتقد إنه ما في حاجة تخوف. العلاج زي ما تفضلتي أنت، زيه زي أي مرض فيزيائي ثاني ممكن واحد يصيبه، زي السكر، منيرة زي الضغط، منيرة زي متفاعلة معانا بشكل مرة حلو، تقول الطبيب هو اللي يحدد، لازم الطبيب الطبيب يا منيرة. يحدد. الطبيب يحدد طبعا، يعني الواحد يسأل الطبيب علشان يشوف فيه أضرار أو فيه أضرار جانبية. فإذا صحيح الطبيب هو نفسه اللي كاتب الدواء، أكيد إنه إن شاء الله ما في خوف. صحيح بالعكس، هذا شيء يفيد الطفل. أهم حاجة كيف تتعامل معه بعد الدواء، كيف تتعامل معه. زي قبل شوي اللي كان عندهم سؤال إنه ما في التزام بالدواء، كيف تخلي الطفل يتعود عليه ويلتزم فيه طول يعني الفترة اللي يحتاجها فيها. صحيح هو هذا المهم. ومشكلة الالتزام ممكن تحتاج برضو متابعة وإشراف، لأنه الطفل عنده مشكلة في أنه يتذكر، فعلى ما يتعود على نظام معين، على ما تتحسن الأعراض، تتحسن قدراته، خلينا نقول التنظيمية ومهاراته التنظيمية في الفترة الأولى. أنا حزيد كمختصة أنه الطفل أو المراهق حيحتاج إلى إشراف، ما نقول مراهق خلاص يقدر يعتمد على نفسه، لا، هو المشكلة عنده جزء منها في أنه هو يتذكر، يكون تنظيمي أو منظم ويستخدم مهاراته التنظيمية. فإذا بدأ العلاج يحتاج إشراف، نوع من الإشراف من الأب أو الأم أو أحد الأخوات أو الأخوان اللي أكبر منه مقربين، في إنهم يتابعوا. استخدام علبة الدواء برضو كثير تساعد، اللي هي اليومية مكتوب عليها الأيام، في إنه يتذكر أخذ ولا ما أخذ الدواء، تعبى بداية أسبوع أو نهاية كل أسبوع. فلما نشتغل على الموضوع، نشغل بعض المهارات التنظيمية ونمشي على النصائح اللي قالها المهندس فايز، بإذن الله راح نوصل. المهم زي ما قال المهندس فايز إنه نسمع كلام الطبيب، الطبيب يشخص، إذا شاف في حاجة ما نترك الموضوع ولا نيأس من المحاولات، حتى لو ما وصلنا للهدف من أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، نتذكر إنه المشاكل بعضها متعلقة بالانتباه والتركيز والقدرة على إتمام مهمات معينة، ناخذها على أساس إنه هي مهمة نبغى نخلصها مع الطفل اللي عنده ADHD، ونساعده قد ما نقدر بأنه هو ينجح بأنه هو ياخذ الدواء ويلتزم فيه. أنا ماني عارفة كيف أشكرك مهندس فايز. الشكر لك ولجمعية إشراق. الشكر لك طال عمرك. احنا من ناحيتي انا كمختصة كثير استفدت من سماع تجربتك، كثير كانت ملهمة بالنسبة لي. انا اتوقع انه هي حيكون لها اثر كبير بالنسبة لكل الناس اللي سمعوها وراح يسمعونها في المستقبل. تأكد انك حتكون مصدر الهام لكثير من الناس. شكرا للجميع، وشكرا للي قاعدين يشكروننا الان، شكرا لجمعية اشراق على استضافتنا، وشكرا لكل المتابعين. ابقوا بحالة صحية كويسة، احرصوا على التعقيم الفترة هذه،
نسمع كلام حكومتنا الرشيدة، قد كل ما التزمنا كل ما كان الفرج أسرع بإذن الله. الشكر للجميع. عندك أي كلمة فايز تودعنا فيها؟ والله حاب أشكرك جدا على الاستضافة وعلى المعلومات اللي تفضلت فيها، ومبسوط جدا من البث هذا اللي صار. وهذه يمكن من الأشياء اللي أنا متابع الحساب إشراك في تويتر من فترة طويلة، وشايف الأشياء اللي قاعدين يسوونها والمجهود اللي قاعدين يبذلونه. والله يعطيكم العافية جميعا، وشخصيا الله يعطيك العافية، وشكرا جزيلا على الاستضافة. الشكر لك، ولنا إن شاء الله يعني نشاطات قريبة مختلفة راح تسعدكم بإذن الله. إن شاء الله. شكرا لك، السلام عليكم جميعا، الله يحفظكم.